أيها الإخوة، مساء الخير. نحتفي اليوم بالزميل الباحث والروائي محمد رفيع، الذي شكل من روايته الأولى دير ورق إلى اليوم علامة بارزة في الرواية الأردنية. نحتفي به مع النقاد نضال قاسم ووليد حسني. طبعا بحكم أنه توقيع كتاب لن نطيل عليكم، سأقسم الوقت لكل زميل ربع ساعة وللحضور الكريم ربع ساعة ثم توقيع الكتاب. نبدأ مع الزميل وليد حسني. الزميل وليد حسني هو كاتب وصحفي، عضو نقابة الصحفيين وربطة الكتاب الأردنيين. شارك في عشرات الورشات التدريبية والندوات والمؤتمرات، وصدر له من الكتب كيف غطى الإعلام الأردني الانتخابات أو انتخابات 2007، حق الحصول على المعلومات، الحق المهدور، خطاب الكراهية والعنف والتبعية، الوهم والحقيقة، الخطوط الحمراء في الصحافة الأردنية، وصناعة الثورات 2013. أرحب بالزميل وليد حسني فليتفضل ومعه ربع ساعة. أهلا وسهلا. أهلا بك، شكرا. أنا كتبت بعض الملاحظات، وهي ملاحظات قارئ وليست ملاحظات ناقد، ولذلك اسمحوا لي أن أقرأ لا أن أرتجل هنا. أنا سميتها خرائط النسيان، لائحة اتهام لشعب الفرجة. مساء الخير عليكم جميعا، وشكرا لحضوركم، وشرف إلي أني أكون بينكم هذا المساء. لا أبدو هنا ناقدا أدبيا بالمفهوم التقليدي الراسخ في خرائط التثقيف وحبائل التصنيف، ولست معنيا تماما بالقيام بهذه الوظيفة. بالأمس كنت أحاور نفسي على جدار الخاص الفيسبوك قائلا: المؤلف يعبث والقارئ يلهث والناقد يمتهن عملا خبيثا. على غير عادته لم يضع محمد رفيع إعجابه أو تعليقه، وسألت نفسي لماذا لم يفعلها، لماذا لم يفعلها في معاندتي على غير عادته. ولمعاندته عدت كاتبا على ذات الجدار معلنا الدعوة لقتل محمد رفيع مساء هذا اليوم هنا في هذه المؤسسة الشامخة والبارة بنا كأم. حينها كتب لي: دعوة للقتل كأنها عبادة في ثقافتنا. فاسترخيت كثيرا وقلت في نفسي: هذا الرجل يتقن العبور. خرائط النسيان حكاية الراوي الساحر الذي يبدأ سرديته من ثقب الباب وينهيها بفقدان لبصره بسبب لطخة دم أصابته من ثقب الباب الذي كان ينظر منه لواقعنا، فكفت عينه عن ممارسة القدرة على الإبصار. هذا ما يمثل بالنسبة لي جزءا من ثقب باب الرواية، فقراءة الخرائط تحتاج وبالضرورة لتبصر المستقبل ورؤية الواقع ببصيرة تجتاز الرؤية إلى رؤية القادمات من المستقبل المجهول. وهذا ربما ما يتسق تماما مع مناخ الرواية التي تتكئ على الالتقاطة الذكية التي بنى الراوي رفيع روايته على أساسها، وهي المزاوجة بين حادثة اغتصاب فتاة العتبة التي حدثت فعلا في شهر أذار مارس سنة 92 في ميدان العتبة وفي شهر رمضان وأمام الناس، والعدوان 30 على بغداد. هذه الفكرة لم يوظفها أحد من قبل محمد رفيع في نسيج روائي مكتمل على حد علمي. ومن حادثة العتبة والعدوان على بغداد يمنح الراوي لنفسه بناء سرديتي على مدى 10 سنوات حين يتم احتلال بغداد، ليعود مرة أخرى وفي ذات المناخ السياسي لتمثيل حادثة الاغتصاب، لكن هذه المرة على المسرح وبمشاركة شخصية مباشرة من ضحية العتبة فاتن الخزندار مقابل $50,000. وهذا ما لا يخفيه الراوي، يقول: فكرة تمثيل فاتن حدث الانتهاك مرتين كتجسيد لاواع لحال بغداد.
خرائط النسيان سيرة لمسرحي عربي يوسف المعني، يمثل بالنسبة لي حالة النخبة العربية المثقفة الخائفة والمرتجفة التي لا تقوى على إحداث أي تأثير أو تغيير في مجتمعها. فيوسف كان خطيب فتاة العتبة، وحين تعرضت للاغتصاب أمام الجمهور لم يستطع فعل شيء لها، لم يدافع عنها ولم يتقدم ليكون في مواجهة مغتصبيها، وبدلا من ذلك أصيب بمرض نفسي وانزوى بعيدا عن واقعه وعن حياته. هذه هي الصورة التي يقدمها رفيع لحال المثقف العربي. قد يكون يوسف قبل حادثة اغتصاب خطيبته في ميدان العتبة سنة 92 يلقي في القاهرة محاضرة بعنوان تأثير المسرح في الوعي العربي. بعد 10 سنوات وإبان تهيئة المسرح العربي والدولي لاحتلال بغداد، يعيد يوسف ذات المحاضرة، لكن هذه المرة في عمان وبتغيير في العنوان لتصبح تأثير الواقع في المسرح العربي. ومن المؤكد أن بغداد كانت هي المبتدأ والمنتهى والخبر في محاضرة يوسف، أو قل كانت مسرح ربيع فرجة العربي آنذاك كما يقول المؤلف. هنا يعني إحالات لكن لا أريد الحديث فيها. ثمة ما يقوله محمد رفيع هنا عن المؤثر والمتأثر، عن الواقع في مواجهة الفكر والوعي. في القاهرة سنة 92 أصبح الوعي غائبا ومعطلا، ولا أثر للمسرح في خرائط الوعي، حتى إن يوسف نفسه غاب عن الوعي أشهرا بعد مشاهدته مسرحية اغتصاب خطيبته. وكأن المؤلف يقول لنا إن الوعي لا يقوى على مواجهة الواقع، والمثقف غائب. وبطريقة مواربة يقول رفيع: يا إلهي، كم يتسمر المكان والزمان في نفوس مرضى ثقافة العرب. يعني وبالضرورة أن ثقافة العرب ومثقفيهم موتى بلا أي حياة أو تأثير، فالموتى أو فاقدي الوعي هم وحدهم من تتساوى لديهم حركة الزمان وتغيرات المكان. ولعل أهم ما تريد خرائط النسيان تأكيده لنا هو إدانة الجمهور العربي، الشارع والناس، حتى المسرحية المرتجلة التي كان يوسف المعني يريد عرضها في عمان ضمن المسرح المرتجل، كانت تنبني على إشراك الجمهور في إعادة الفرجة على حادثة اغتصاب خطيبته. ما عملتهاش هون اليوم أنت يا أستاذ. تنفتح الستارة على حادثة الاغتصاب مباشرة وبين الجمهور. هنا يعيد يوسف المعني إدانة الجمهور الذين مارسوا الفرجة في العتبة ليعودوا ويمارسوا الفرجة ثانية في مسرحية مرتجلة لا تتجاوز مدتها 6 دقائق. ففكرة مسرحية العتبة لا تقوم على إعادة تمثيل جريمة، بل تقوم على محاولة الربط بين الواقع وبين المسرح، وتحويل كل من عناصر الطرفين إلى مشاركين فعليين في حدث واحد هو الجريمة والفرجة معا. يقول المؤلف: ما الذي يريد محمد رفيع قوله هنا بالضبط، وما هو نص الاتهام؟ أظنني فهمته كقارئ مرتجل أيضا أنه يدين الجمهور بوضوح ويحملهم مسؤولية تامة عن حادثتي اغتصاب فاتن الخزندار في ميدان العتبة في القاهرة والحرب على بغداد. ففي الحادثتين مارس الجمهور الفرجة ولم يدافع عن شرف الخزندار وبغداد بالرغم من استطاعته، لكنه فاقد للوعي تتساوى لديه حركة الزمان والمكان، ويتساءل هل كانت هنالك علاقة بين مشهد عجز الناس العام عن فعل أي شيء إزاء قصف بغداد الأول أو تأثير ما مباشر أو غير مباشر، وبين رد الفعل العام، بما في ذلك رد يوسف نفسه لما وقع مع فاتن في ميدان العتبة. هل يمكن لامتهان الكرامة الجماعية للناس أن يؤثر على إحساس الفرد بكرامته الذاتية أو بسلوكه العام؟ يقول رفيع: تلك هي العتبة يا صديقي، عتبة العرب في العبور من الواقع إلى المسرح وبالعكس. وجريمة اغتصاب قام بها مجتمع بأكمله، اغتصاب فعلي واغتصاب المجتمع لأخلاقه وقيمه الجماعية والعامة من خلال الفرجة، وجمهور يتفرج على جمهور، وكلاهما يمارس فرجة على انتهاك نفسه وقيمه وأخلاقه. ما يقرره رفيع في خرائط النسيان بكل وضوح ودون النظر من ثقب الباب أن المجتمعات العربية عاجزة تماما، غائبة عن الوعي، لا تدافع عن مصالحها وتتقن الفرجة على نفسها حتى إبان احتلال بغداد. هي ذات الفرجة تتكرر هنا دون أن يقدر الجمهور العربي على فعل شيء. في القصف الأمريكي البريطاني على بغداد سنة 92 يقول رفيع:
شاهده الناس كعرض مسرحي بلا دماء وبلا بشاعة، وتوقف تأثيره في نفوس الناس عند حد الاعتياد على مشاهدة انتهاك جماعي لعاصمة عربية. وعكس هذا الفعل، وعكس هذا الفعل نفسه على ردة فعل الناس الواقعية في القاهرة، ومارسوا الفرجة والحياد الجماعي على حادث انتهاك فردي هي في جوهرها انتهاك لقيم وثوابت وأخلاق المتفرجين أنفسهم. هنا تكتمل لائحة الإدانة والاتهام للناس وللجمهور، فما يجري من انتهاك لبغداد هو انتهاك للجمهور الذي أتقن الفرجة تماما كما كانت الصورة عليه في حادثة العتبة. يكرر رفيع لائحة اتهامه قائلا: فرجة سلبية يمارس فيها على الفرد كل حالات الانتهاك المعنوي التي يرفضها عقله وترفضها قيمه وأخلاقه مع عجزه الواعي عن فعل أي شيء لوقف ذلك الانتهاك. فالبيوت العربية استحالت في الأسابيع الأخيرة إلى مسارح عائلية مغلقة لجلد الذات العربية الجماعية، فترقب أحوال العراق ومتابعة التلفاز جعل من مشاهدة الأخبار حالة انتهاك متواصلة وعلى مدار الساعة للحالة النفسية لكل فرد من أفراد العائلة العربية. لن أذهب بعيدا في استنطاق خرائط رفيع، لكنني أظنني كقارئ سيء عثرت على المفتاح الذي سيسمح لي ولكم بالتجول في تضاريس هذه الخرائط دون الحاجة لعيني الساحر اللتان عميتا عن استمرار التحديق في القادم، باستثناء طبيب يوسف المعني الدكتور أنطون عساف الذي كتب في دفتر يومياته معلقا على حالة مريضه: الطوفان آت لا محالة. وهذا ما يجب أن نراه نحن ونغادر سرير غيبوبتنا وندفعه عنا بدلا من البقاء في مقاعد المتفرجين. شكرا لاستماعكم لهذه الفرجة التي طالت، وشكرا لاحتمال كل هذا الوقت. شكرا. طيب الزميل نضال قاسم كاتب وباحث أردني عضو رابطة الكتاب والنقاد الأردنيين، صدر له من الشعر أرض مشاكسة، مدينة الرماد، كلام الليل والنهار، تماثيل عرجاء. وفي مجال النقد الكنعاني رشاد أبو شاور، علي فودة شعر الثورة، جدلية الشكل، أسئلة الكتابة والهوية وغيرها من الكتب. طبعا فاز بجائزة الدولة التشجيعية 2006، وفاز بجائزة ناجي نعمان في بيروت. ورقة الزميل بعنوان: الهندسة التعبيرية والتشكيل الجمالي، المكان ودلالته الجمالية في رواية خرائط النسيان لمحمد رفيع. فليتفضل. السلام عليكم، مساء الخير. أسعد الله أوقاتكم جميعا. سأبدأ بملخص سريع رؤية مضمونية عامة حول رواية خرائط النسيان. رواية خرائط النسيان تتحدث عن الأحوال العامة العربية زمنيا في الفترة الواقعة ما بين عام 1990 إلى العام 2010، أي العقد الأخير من الألفية الثانية والعقد الأول من الألفية الثالثة. ومكانيا تشمل أحداث الرواية كل من مدن القاهرة، عمان، نيويورك، بغداد وإسطنبول، وذلك من خلال قصة شاب يدعى يوسف المعني وهو بطل الرواية، وهو كاتب ومخرج مسرحي يتعرض إلى صدمة نفسية حادة بعد اغتصاب صديقته أمامه بوحشية في وضح النهار في ميدان العتبة في القاهرة في ربيع العام 1992، وعلاقة ذلك بالانتهاك النفسي الجماعي الذي أحدثه خصف واستباحة العاصمة العراقية بغداد في العام 1991، ورحلة علاجه المريرة التي تستمر 10 سنوات، وعلاقة ذلك بالثقافة العربية وتناقضاتها، مرورا بسنة عمان عاصمة للثقافة العربية 2002، وصولا إلى سقوط بغداد عام 2003. ومن خلال أحداث الرواية التي تتضمن عملا مسرحيا يتم الوصول إلى اللحظة النفسية والاجتماعية العربية الراهنة بكل ما وصلت إليه الأحوال من انتهاك واستباحة ودخول أطراف إقليمية في التأثير على خيارات بطل الرواية، إيران، تركيا، يمارس البطل عجزا وخضوعا، وخيارات مترددة بالرحيل تبدأ من إسطنبول
وتنتهي في نيويورك. وفي سياق الأحداث يتم عرض واستعراض الخلفية التاريخية للتكوين الحديث لشخصية المثقف العربي من خلال مورثات المئة عام الماضية والتي تنتهي إلى اللحظة الراهنة بالاستسلام والعجز، ما يتيح للآخرين استغلاله وتوظيفه كيفما يريدون. هذه الرواية صدرت عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في بيروت وعمان، وهي تقع في 236 صفحة. أما مؤلف الرواية فهو من مواليد العام 1962، وهذه روايته الثانية، وله عدد كبير من الكتب الوثائقية في التاريخ الاجتماعي والسياسي والعمراني والفني، وهو كاتب مسكون بالهاجس القومي وبأبطال العروبة. إنه مثال للمثقف الطليعي الحر الذي يصدع برأيه في كتاباته ويترجم مواقفه في أعمال إبداعية لا يهدف من ورائها إلى الحصول على منصب أو جاه. وتكمن قوة الرواية في بحثها عن التجديد عبر كل المستويات واختراق كافة الحقول والأشكال بقصد صوغ صيرورات الرؤى والعلاقات عبر التجريب والابتعاد عن التناول المألوف لكل ما هو مألوف، مع الميل إلى الارتباط بالاجتماعي والتاريخي والمزج بين الواقع والمحتمل ضمن رؤى ذاتية ورمزية، واستثمار الأشكال المرتبطة بالتكنولوجيا داخل فضاء الرواية انطلاقا من كون الرواية هي نص ضمن نصوص، وبنية تستولد بنيات متفاعلة تترك مع تقدم السرد لإحدى البنيات مهمة قيادة باقي البنى وتحرير مساراتها وسط صراع الرؤى التي هي تعبيرات عن دينامية التأويلات. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في متن الرواية على لسان المحامي السيد هاني السيوفي: فقد أصبح بيتي وبيت يوسف وبيت الدكتور عساف وعيادته ومكتبي مجهزة ليس فقط بأجهزة كمبيوتر محمولة، بل وبكاميرات متطورة تمكن السيد العتاني إذا طلب ذلك من رؤية البيئة المكانية المحيطة لكل من يريد الاتصال به منا وكأنه يعيش بيننا. انتهى الاقتباس. وهي رواية مختلفة في الشكل والمضمون، سواء من حيث التجديد في البناء الروائي أو من حيث الجرأة فيما تناولته من موضوعات تفضح الزيف المتعدد والحقيقة الواحدة، لأنها تستمد وجودها وكيانها من مجتمع وظرف تاريخي يمر بالحياة ولا يعرف السكون، فهي مرهونة بالواقع الذي أنتجها. وقد تطلب هذا العمل الصعب من الكاتب أن يكون على دراية كبيرة بالأحداث العالمية وأن يكون لديه معلومات صحيحة موثقة عن الأحداث التاريخية التي أشارت إليها الرواية. ويمكن القول إن الروائي محمد رفيع يكاد لم يترك حدثا من الأحداث التي شغلت الرأي العام العالمي إلا وتناوله بشكل شائق في روايته. ومع أن أحداث الرواية مرتكزة على التوالي وتتابع الحكاية، فإن الكثير من التقنيات السردية التي استعملت تكسر من هذا التتابع بواسطة الاستحضار والحوار والتداعي المتكرر وبث حكايات متعددة بتعدد الأحداث والشخصيات والخطابات اللغوية الملائمة لأجواء الرواية، ما يجعلنا نعتبر أن هذه الرواية تحتفي باللغة وتضعها في مرتبة أساسية في البناء الروائي، وهي لغة تناسب وتوائم الخطابات المتصلة بعوالم الرواية والتي تجسدت عبر مستويات معمارية وهندسية في سيرورة سردية تتأسس على التدحرج المنتظم والناظم للحكي وهندساته. إن أهم ما يميز إبداع محمد رفيع المصداقية والواقعية في سرد الأحداث وكشف النقاب عن الجوانب الخفية للحدث الذي يعيشه الناس، فقد تناول معظم الأحداث العالمية في 20 سنة الماضية، وربما يكون مرجع ذلك الاستعداد الفطري في المقام الأول، بالإضافة إلى قاعدة معلومات ثرية عن الأحداث الاجتماعية والسياسية التي تدور في العالم، ويستخدم مهارته في جلب نظر القارئ إلى الحدث الذي يريده، ثم بعد ذلك يقحم بطل روايته في الأحداث أو يجلب ساسة ومثقفين معروفين إلى أحداث مصطنعة من وحي خياله. ولكن أهم في الموضوع ألا يجعل القارئ يشعر ولو للحظة بفارق بين الأحداث الحقيقية والمصطنعة أو يشعر بفاصل بينهما، فهو يوظف الأحداث التي يصورها بشكل يصعب فيه على القارئ أن يثبت مدى إمكانية حدوث هذه الأحداث من عدم إمكانية حدوثها. فرواية خرائط النسيان علاوة على كونها عمل روائي متكامل العناصر والأركان، فهي تتضمن عملا مسرحيا وهو من صلب نسيج الرواية، كما أنها تشمل أجزاء من كتاب علمي في علم النفس كبعض من نسيج الرواية. وفي الأعمال الثلاثة التي تأخذ شكل الرواية في البناء والسرد والحبكة، في بناء متسق ومتسام في تصاعد أحداثه وشخوصه وأمكنته، يحلق القارئ مع لغة الرواية العالية التي تحمل قارئها من أرض واقعه إلى سماءات أخرى، لكنها بتواتر أحداثها تعيده تباعا إلى أرض الواقع العربي الراهن الصفاع
بكل ما في هذا الواقع من كوارث وعجز وسطوة على الروح والنفس والجسد. فخرائط النسيان تحاول أن تروي ما رآه الساحر من ثقب الباب خلف الجدران الأسطورية التي سدت دروب المتوسط وأهله وأرضه وكائناته في مطالع الألفية الثالثة لميلاد السيد المسيح ما استطاعت إلى الرؤيا سبيلا. وهي تحلق بخارئها في مدن القاهرة وعمان ونيويورك وبغداد وإسطنبول، ومن خلال قصة مثقف عربي يوسف المعني بطل الرواية وهو كاتب ومخرج مسرحي يتعرض إلى صدمة نفسية حادة بعد اغتصاب صديقته أمامه بوحشية في وضح النهار في ميدان العتبة في القاهرة في ربيع العام 1992، وعلاقة ذلك بالانتهاك النفسي الجماعي الذي أحدثه قصف واستباحة العاصمة العراقية بغداد في العام 91 ورحلة علاجه المريرة التي تستمر 10 سنوات، وعلاقة ذلك بالثقافة العربية وتناقضاتها وصولا إلى لحظة سقوط بغداد عام 2003. من ميدان العتبة ذلك المكان في القاهرة أطلق يوسف المعني بطل الرواية أولى صرخاته المتمردة على هذا الواقع المتردي. منه خرج إلى النور إلى الحياة ليبدأ مسيرته العلاجية الطويلة التي رصد خلالها هموم ملايين الناس في هذا الوطن الكبير. ليبرز يوسف المعني كفنان يمتلك رؤية من نوع خاص، يمتلك حدسا بالمستقبل يقترب من النبوءة في بعض ملامحه. ومن خلال أحداث الرواية التي تتضمن عملا مسرحيا يتم الوصول إلى اللحظة النفسية والاجتماعية العربية الراهنة بكل ما وصلت إليه من انتهاك واستباحة ودخول أطراف إقليمية في التأثير على خيارات بطل الرواية. وفيها يمارس البطل عجزا وخضوعا عجائبيا وخيارات مترددة بالرحيل تبدأ من إسطنبول وتنتهي في نيويورك من خلال مرضه النفسي. ففي خرائط النسيان التي غلفتها نفحة من السارترية والعبثية في آن واحد، قدم محمد رفيع تصورا عميقا للحالة العربية التي تعاني التفكك والانعزال، وتوقع سلسلة من الهزائم تبدأ بسقوط الشعارات الواهية التي كانت تطلقها الأنظمة العربية. هذه الشعارات التي جعلها غلافا أخيرا لروايته ليخبرنا عن مدى هشاشة هذه الأنظمة وشعاراتها الزائفة. وهذا ما حدث فيما بعد، حيث توالت الهزائم العربية داخليا وخارجيا على نحو مأساوي مفجع، حيث تناول فيها الوضع العربي ككل وخصوصا الظروف العسكرية والسياسية التي شهدتها المنطقة في فترة تصاعد التهديدات الأمريكية والبريطانية للعراق، وذلك من خلال رسمه الدقيق لملامح المنطقة العربية وما تبع ذلك من سقوط لأول وجبة صواريخ كروز أمريكية على بغداد في الهزيع الأخير من ليلة الأربعاء الخميس الموافق 19-20 آذار مارس، ومن احتلال الجيوش الأمريكية البريطانية للعراق بذريعة حماية الكويت من العدو. والرواية تتفاوت في فنيتها، ولكنها جميعا تتميز بشخصيات إشكالية يحكمها القلق، وهو قلق الذات أثناء سعيها لمعرفة نفسها ومعرفة موقعها من المجتمع ومن الحضارة. هذا القلق الذي لخصه الدكتور أنطون عساف في معرض تشخيصه للحالة المرضية التي وصل إليها يوسف المعني بقوله: بإعادة يوسف التعرف على ذاته الداخلية وإعادة تسمية عناصرها الأساسية واحدا واحدا، يكون قد امتلك القدرة على التعرف النفسي بشكل طبيعي على كل ما حوله. ولأنه في الأساس يمتلك طاقة إبداعية هي الكتابة والإخراج المسرحي، فعليه أن يعيد التعرف على هذه الطاقة وامتلاكها كعنصر مكون لذاته الداخلية، وربما تكون هي المدخل الأنسب لذلك. وهذا القلق غدا سمة عامة من سمات شخصيات الرواية القلقة والتائهة في مجالات الحياة والتي تعتريها الرهبة تجاه كل أمر جديد. وقد تمثل القلق في الرواية على الصعيد الفردي خاصة، إذ إن لكل فرد تكوينا ذاتيا يميزه عن الآخر، غير أن القلق أصبح مشتركا بين الجميع من خلال وجوده في الأفراد. وهذا ما جعل كافة الشخصيات في الرواية قلقة ومأزومة، بدءا من شخصية يوسف المعني ووالده إبراهيم المعني ووالدته خولة بنت عبد الحميد العتاني وخاله يحيى العتاني والدكتور أنطون عساف وفاتن الخزندار والسيدة عفاف البحري والدة فاتن والمحامي هان السيوفي وفريد وإبراهيم باشا الإفرنجي والمهندس كالوست سركيس كولبينكيان وشاهناز مندوري. سوف أترك الفصل المعنون بتجليات المكان في رواية خرائط النسيان لأنه يعني فصل مستقل، وأنتقل للخلاصات العامة التزاما مني بالوقت. الحمد لله، حمد الشاكرين. طابور الخامس بيطلع لهش يتدخل.
السادس رواية خرائط النسيان تتحدث عن الأحوال العامة العربية زمانيا كما ذكرنا، عن العقد الأخير من الألفية الثانية والعقد الأول من الألفية الثالثة، ومكانيا كما قلنا تشمل أحداث الرواية المدن القاهرة ونيويورك وبغداد وإسطنبول، وذلك من خلال قصة يوسف المعني بطل الرواية. من خلال أحداث الرواية التي تتضمن عملا مسرحيا يتم الوصول إلى اللحظة النفسية والاجتماعية العربية الراهنة بكل ما وصلت إليه الأحوال من انتهاك واستباحة ودخول أطراف إقليمية في التأثير على خيارات بطل الرواية. في سياق الأحداث يتم عرض واستعراض الخلفية التاريخية للتكوين الحديث لشخصية المثقف العربي من خلال مورثات 100 عام الماضية والتي تنتهي إلى اللحظة الراهنة بالاستسلام والعجز، ما يتيح للآخرين استغلاله وتوظيفه كيفما يريدون. تحوم رواية خرائط النسيان حول الخلايا العصبية للثقافة العربية ومكوناتها ومورثاتها، تلامسها سريعا لتفارقها على نحو أسرع إلى الاجتماع والمعاش في الحياة اليومية، ومنهما تعيد صلب السياسة والثقافة معا على مفارقات الواقع المهزوم للفرد والجماعة العربية. تحلق الرواية عن قصد وبتقنية عالية بناء فنيا ولغة في فضاءات مدن الرواية التي اختارها الراوي مسرحا للأحداث، إذ تقارب الرواية بغداد والقاهرة والقدس بحذر شديد، بينما تمعن في تفاصيل عمان وإسطنبول ونيويورك شيء ما أو أسرار مخفية لم تفصح عنها الرواية، فتتركك حائرا في السؤال: لماذا اختار الراوي أن يكون مسرح الانتهاك في عمان بينما كانت واقعتي الانتهاك الاجتماعي والسياسي في القاهرة وبغداد؟ أما أحاديث إسطنبول ونيويورك فتنقلك إلى فضاءات وعوالم مغرقة في ثقافات ودهاليز المدن تاريخا وسياسة منذ الزمن العثماني إلى اللحظة الراهنة، ومن فكرة الغربة إلى فكرة الملاذ، فبين عوالم المدن وتاريخها وبين دهاليز الثقافة والسياسة تقودك الرواية عنوة إلى سيرة مهزومة للثقافة والمثقف العربي في العصر الحديث ومن دون رحمة أو إشفاق لأحد. أشكركم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل نضال قاسم على هذا الالتزام بالوقت وعلى هذه القراءة التفصيلية التحليلية للرواية. إذا معي دقيقة أو دقيقتين أنا بقول أنه مع محمد رفيع ومجموعة من الزملاء الرواية الأردنية تمر أو يعني في مرحلة الثالثة أو الجيل الثالث بعد جيل التأسيس مع عيسى الناعوري وجيل الرواد أمين شنار وتيسير سبول، وهذا الجيل هو أو جيل الانتشار والإبداع. يعني الرواية الأردنية أثبتت يعني حضورها في الساحة العربية، وأحد الدلالات هي الجوائز التي حصدها أكثر من راوي روائي وروائية في الأردن. الآن نحتفل بمحمد رفيع الروائي أو بطل خرائط النسيان. الزميل محمد رفيع مهندس باحث وروائي وكاتب، عضو رابطة الكتاب الأردنيين، فاز بجائزة أحسن كتاب في جامعة فيلادلفيا 2004 عن ذاكرة المكان أو عن كتاب 3 أجزاء عن مدينة عمان. له كتاب آخر أو كتب أخرى عمران المدينة القديمة، عمان في صور الكولونيالية الأمريكية. يعني الآن نحن مع الروائي والكاتب والباحث محمد رفيع ليحدثنا عن مجهوده الروائي، عن مسيرته، عن رواية خرائط النسيان ودير ورق، فليتفضل. هيك صعب معك 10 إلى 15 دقيقة. لا هاي للجمهور، يفترض أنه مش إلي. طيب أولا أسعد الله مساءكم جميعا وأشكركم جميعا على الحضور، وخصوصا الإخوة الذين جاءوا من الشمال وتجشموا على الطريق الطويل يعني. وشكرا لمعالي الدكتور زيد حمزة على حضوره الدائم وحرصه على متابعة الزمن الثقافي، زمننا الثقافي والدؤوب، الله يعطي الصحة. شكرا للإخوة والأصدقاء والزملاء على ما تفضلوا به، وبالذات ما أنا فاجأني مثل ما فاجأك دكتور زهير الكلام اللي حكاه الأستاذ وليد حسني. هي مش كلام بس نقد وقراءة، ويستحق يعني الحوار يعني والنقاش فيه.
أنا واحد من الناس ممن هم مقتنعون بأن دور الكاتب أو المؤلف ينتهي بمجرد نشر الكتاب، لا قول له بعد ذلك، القول بعد ذلك هو للقارئ أو الناقد، متفقا أو مختلفا أو مكتشفا شيئا جديدا. لهذا ما عنديش كلام، فقط بدي أكمل مناخ روائي على ما أضافه الإخوان بقراءة أحد الهواجس التي انهالت على ذاكرة يوسف المعني، وهو بطل الرواية المهزوم، بطل مهزوم في ليلة سقوط أول وجبة صواريخ ب 19-20 آذار 2003 على بغداد. خرج من البيت فانتابه هذا الهاجس، سمع صوتا يأتيه من السماء دقيقة ونص، ويقول له وهو موجود على غلاف الرواية: ارحل ارحل، فلا شيء يليق بهذا الخراب غير الرحيل. ارحل، هاي مش تبعت كتيبة، تبعت دولة الرزاز، لا هاي قبله قبل ما يجي. ارحل فلا شيء يليق بهذا الخراب غير الرحيل، شد الرحال وامضي، وهناك سوف ترى ما وراء كل هذا الخراب، وما سوف يأتي منه رعدا ووحلا وطينا، كلها واحدة لا فرق، مدن تختلف قليلا وتتشابه أكثر، من بيروت إلى دمشق إلى عمان إلى بغداد إلى القاهرة، مشهد واحد من انهيارات مؤجلة، تيه في الألوان والأشكال لا حد له، عالم من حجر وبشر وعمران في طريقه إلى الاندثار، عالم من أفكار ضائعة وتائهة وبحث دائم عن هوية مجهولة. ارحل فسيضيع صوتك في شوارعها بين رنين خلاخيل وأساور وبين صليل خناجر كانت تمشي في الليل وصارت تعبر الشوارع في وضح النهار. لملم خراب نفسك وما تبقى منك وارحل، فهذه مدن لا تصدق إلا بعد أن يصفق الباب، وأول الخديعة فيها ما يكتبونه من لافتات تطمين سياحية في مطاراتها ومرافئها وحدودها المقدسة. ادخلوها بسلام آمنين، نعم قد تدخلها آمنا، ولكن أحدا لن يضمن لك الخروج منها آمنا، ستتوه فيها وأنت الذي تملك آلاف المفاتيح لأبوابها المغلقة على أسرارها. وشكرا لكم. شكرا للزميل محمد رفيع على هذه المداخلة. الآن أفتح باب الحوار والنقاش مع الجمهور، معنا يعني ما يعادل ربع ساعة قبل توقيع الكتاب. تفضل دكتور. عرفت الأخ محمد من سنين طويلة، وكلما زدت إعجابا بهواياته ورواياته واهتماماته. في الأدب الصيني، طب الأدب الصيني، بقول أنا بحاجة أن أعرف المرض المصاب به الرجل. الطبيب الصيني بقول له لا، إنني أحتاج أن أعرف الرجل المصاب بهذا المرض. أرجو أنها وصلت. الشغلة الثانية، اهتمامات العديدة هي مثار سؤال. عندما أرسلت أوراقي على للتقييم لرتبة أستاذ قبل سنين طويلة، كان نقد الأساتذة اللي جاوبوا بقولوا هذا متعدد الكتابات، وهذه الشغلة مو عملية، يعني ما أخذ. فهون بنتساءل إنه محمد متعدد الهوايات، وهل إحنا ببلدنا نستطيع أن أكون مختص في وعاء دموي واحد يمضي عمره في هذا التخصص الدقيق؟ سبب النجاح اللي مشوفه بما يسمى سوبر سبيشالتيز، هو قاعد بيؤدي إلى اكتشافات وأشياء مهمة في تاريخ ربما كل العلوم اللي بنعرفها. بتمنى الأخ محمد الذي أخرج قبل سنين أوراق مبعثرة لأهلي وخرج منها بمعلومات عن تاريخ 1910
ربما لا يعرفها إلا من قرأها. شكرا لك محمد ويعطيك العافية. شكرا دكتور. شكرا. بس ارفع صوتك بس عارفين عن نفسك لو سمحتي. الشاعرة أمل حسن. أشكرك أستاذ محمد، تهانينا لهذا الحفل، وبعتذر عن التأخير كثير كثير بعتذر. قرأت رواية دير ورق، طبعا عبارة عن وثيقة تاريخية تؤرخ لسيرة المكان والإنسان. الشغف كان برضو بقراءة رواية خرائط النسيان، ولأني من متابعين الأستاذ محمد رفيع وبتابع جميع منشوراته، فعودنا أنه جميع ما ينشره هو حقيقي ووثائق تاريخية، فتعبت في قراءة خرائط النسيان. كان صديقي أثناء القراءة جوجل، وأنا أبحث عن جذور وخفايا المعلومة اللي موجودة في خرائط النسيان، شهر كامل وأنا أبحث حتى وصلت لبعض الأشياء البسيطة، لأنه مش سهل إنه الكاتب يصرح ويكون سهل كتير إنه الواحد يوصل للمغزى والحقيقة اللي مدفونة، وخاصة في بداية القرن الخمسينيات. فرواية متعبة بالقدر اللي بتحمله من شاعرية وواقعية وجميلة جدا. أنا بحب أحكي لك ألف مبروك، وبتمنى لك كل توفيق للأبد. شكرا. شكرا. أسعدت مساء جميعا. أنا أمجد الزعبي، ويمكن لأول مرة ألتقي مع الأستاذ محمد رفيع وجها لوجه. الحديث كان على التليفون، ومعرفتي فيه أنه قادني البحث لأتعرف فيه، فعرفته مؤرخا ومن ثم صحفيا، واليوم أتعرف عليه كروائي. فألف مبروك هذا الإشهار. برجع للأستاذ وليد حسني الذي قادنا، والأستاذ نضال قادنا بشغف لنقرأ في الرواية. نتمنى أنه يكون هذه القراءة يعني حول حال المثقف، وكنا نتحدث قبل أيام يمكن عن الثورة الصناعية الرابعة. في إطار الثورة الصناعية الرابعة ومآلاتها، كان الحديث أن هناك لا وجود لنا في الثورة الصناعية الرابعة، والثورة الصناعية الرابعة تفترض وجود عبيد أو الجيل الجديد ما بين السادة والعبيد، وإعادة إنتاجية جديدة. الآن مثقفنا العربي في حال يرثى لها. من الممكن من خلال هذه الرواية وهذه الأساتذة النقاد أنهم يقودون إلها، يعني حول الإشارات اللي ممكن يقودون فيها إلى قراءات بس حول المأزق الذي يشخص فيه خرائط النسيان. إلى أين تقود خرائط النسيان؟ شكرا. شكرا. أبو طيبة. مساء الخير. أنا حمدان غرايبة. بجوز اللي بدي أقوله بجيب على تساؤل الدكتور سعد، بحيث أن الأستاذ محمد مهندس، فهو يجيد، والمهندسون يجودون العمل في كل نواحي الحياة، فلذلك كان بناؤه الروائي هندسيا فائقا وعظيما. بس تساؤلي، هل زرت الأماكن التي كتبت عنها في الرواية؟ يعني أنا احترت جدا في الوصف الدقيق لكل الأماكن هذه اللي مشيت فيها أنا، كان وطبعا هذا الحكي أصابني في دير ورق، لأن الشخصيات اللي قرأت عنها عايشتها ولمستها، وخشونة أيديها كانت معي يعني،
كلماتها القليلة كانت مشاهدة بالنسبة لي يعني. فكونه مهندس يستطيع أن يبني كل شيء. شكرا. كمان يعني طبعا ممكن أنا أحكي يعني. تفضل يا دكتور. أنا بعتقد أنه يعني رواية خرائط النسيان نموذج لرواية أردنية تهتم بالصراع الاجتماعي. يعني في الرواية ككل الروايات الأردنية هناك قضيتين، الصراع الاجتماعي والاحتفال بالمكان. يعني عندنا بالرواية الأردنية الريف، القرية، المدينة، الشارع، الحارة، السجن، المضافة، شكلت بشكل أساسي يعني فضاء الرواية الأردنية. خرائط النسيان جالت بالمدينة العربية والأجنبية من اسطنبول للقاهرة لعمان لبغداد. بتصور هذا التجول أو هذا يعني تهويم بالمدينة العربية شكل أهم ملامح الرواية أو رواية خرائط النسيان. دير ورق كمان نفس الشيء، تاريخ المكان. محمد رفيع أصلا هو معني بالمكان، هو مهندس مدني ومعني بذاكرة المدينة، وهو حارس ذاكرة عمان يعني وتراث المدينة في عمان. ومن خلال السيرة الذاتية هو كل عمله ورشات العمل واهتماماته في المكان وتراث المكان وخاصة مدينة عمان. أشكر الزميل محمد رفيع على هذا الجهد وعلى هذه الرواية. والآن يعني نفتح باب التوقيع على الرواية، وشكرا لكم جميعا. في تعليق؟ والله ما بدي أجاوب على سؤال الأستاذ أبو مثنى حول الزر. طبعا زرت حول زرت الأمكنة هاي أو ما زرتها؟ لا زرتها، زرتها وبعضها أقمت فيه فترات طويلة. يعني مثلا عنجرة، قرية عنجرة في رواية دير ورق أنا اشتغلت فيها 4 سنوات، وكنت أول مهندس إلها للبلدية، لبلدية عنجرة يعني. فيعني أعرف تفاصيلها. دير ورق أيضا، الحصن، السلط، طبعا. بس خليني أحكي لك سر للجميع. اسطنبول، اسطنبول أتعبتني كثيرا. يعني هو مش بالضرورة تعيش في المكان أو تزوره كروائي حتى تكتب عنه، قد تمتلك أدوات الكتابة عن المكان والإحساس فيه. ما بدي أقول شرط يعني، بدون ما تكون زرته. بس اسطنبول، ما كتبته في هذه الرواية في خرائط النسيان عن اسطنبول لم أكن قد زرتها بعد، زرتها بعدين يعني، زرتها بعد كتابتي. لا خليني أحكي لك بالتفصيل برضو. السر في الموضوع هذا، حتى أظل صادق مع نفسي في توصيف المكان وفي الإحساس فيه وتحريك شخصيات الرواية داخل المدينة، طلبت من صديق كان بيقدم رسالة ماجستير بقونيا، بمدينة قونيا بتركيا، أن يزور اسطنبول. وظل معي على الخط، وديته على أماكن محددة يعني، أماكن تاريخية معروفة يعني، ويكتب انفعاله وانطباعه. وأنا بعرف ثقافته يعني، انفعاله وانطباعه اللي بيصير أثناء زيارة المكان. بعدين أعدت كتابة كل ما ودالي من خلال معرفتي بتاريخ المكان. هذا أصعب شيء عانيته، وبعتقد أني يعني لما زرتها مرة ثانية لم أجد يعني. لا كيف؟ لا ما وجدتش أبدا فقط. شكرا. شكرا زملاء نضال او ولين. بقول هون لقد ظل المكان في روايه خرائط النسيان هو البطل الاوحد المحرك لكل الاحداث، بل والراسم لبعض الشخصيات، وهو المسيطر والمحرك والمثير والبطل الحقيقي في الروايه. ولا نبالغ اذا قلنا أن أكثر من ربع الرواية تقريبا قد تحدثت عن جغرافية مدينة عمان وشوارعها ومقاهيها ومكتباتها ومدارسها ومحيطها، ووصفتها وصفا دقيقا لدرجة أن قارئ الرواية
قد يظنها ضمن أدب الرحلات، وإن كان هناك رابط بين الرواية وذاك النوع من الأدب، حيث ينقلنا السارد في أحيان كثيرة إلى تفاصيل في غاية الأهمية حول نشأة المكان العماني، وذلك على النحو التالي: من عادة المدن التاريخية، هنا اقتباس من الرواية القديمة، أن تنشأ على أنهار طبيعية أو حولها، فقد قالت العرب في مأثورها: لا ينبغي للعاقل أن يسكن بقعة ليس فيها واحد من خمسة أشياء: سلطان حازم، وطبيب عالم، وقاض عادل، ونهر جار، وسوق قائم. شكرا. أستاذ وليد. أنا ما عندي أي تعليق، شكرا. طيب، أي تعليق آخر؟ طيب، مرة ثانية أشكركم وأشكر الزملاء الأستاذ وليد حسني، شكرا، الأستاذ نضال قاسم، والمحتفى به الروائي محمد رفيق، وشكرا لكم جميعاً.